فانا نجد متفائل ربما الناس كتقول بانه مجموعه ديال الموج انها مجموعه صعيبه لكن ما كنعتقدش بانه لانه الناس كلها فكرت في اسبانيا وفكرت في البرتغال لكن ما فكرتش في ايران لانه اسبانيا والبرتغال فالاوراق ديالهم مكشوفه كنعرفوا اللاعبين اللي, اللي كيمارسوا في, في, المنتخب الاسباني وكذلك في البرتغال لكن المنتخب الايراني ما نساوش بانه راه هو خدا هو الاول في المجموعه دياله وتاهل تقريبا بعد جولتين لكاس العالم فما نستاهلوش بعد ندوزوا المقابله الاولى وربما كل لكل حديث فاي مقابله وعندها القراءات ديالها عندها الخطط ديالها فكنعتقد بانه الا ربحنا المقابله ديال ايران رغم انها ماشي في المتناول لكن ربما بالكاليتي اللي عندنا باللاعبين اللي عندنا الان الموجودين واللي كيلعبوا في أعداد الانديه الكبيره والحمد لله عندنا لاعبين ممارسين في الانديه ديالهم فهذا هو اللي كنبغيو فربما الا فزنا بها ربما انا نقدروا نجيروا المنتخب البرتغالي والاسباني بواحد بواحد لانه كل كيف ما قلت لك مقابله عند الراي ديالنا انا جد متفائل فربما هي كتبان مجموعه لكن اذا كانوا اللاعبين في الاوج العطاء ديالهم ما كانوش اصابات اذا قربكم ديما ما كانش اصابات فهذا هو الافضل فكنعتقد بانه عندنا موينداج 25 عام المنتخب البرتغالي تقريبا اللاعبين ديالهم كلهم عندهم 30 عام آه 33 عام يعني المنتخب الاسباني في بناء آه منتخب قوي فكنعتقد بانه الظروف كلها مواتيه باش الدور الثاني ان شاء الله تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب